أسباب نقصان السمع، وهل من أنواع لنقصان السمع؟ كل أسئلة غتجاوبنا عليها الدكتورة نادية عمروش، أخصائية في أمراض الأنف الأذن الحنجرة والدخاء بمدينة الدار البيضاء. أستاذة نادية صباح النور. صباح النور وتحية للجميع من تستمع لنا، والله يجعلنا نكونوا خفاف. مرحبا وألف مرحبا لله نادية عمروش. سمح لنا كناخذ منك وقت، والوقت عندك ثمين لله نادية. شكرا جزيلا لك على تلبية دعوة البرنامج. الله يبارك. طيب بداية تعريف لنقصان السمع أستاذ. ألوغ بداية بغيت نعطي واحد الفكرة مجملة على نقصان السمع، لأن كاين لا ديفيسيونس اوديتيف نقصان السمع، وكاين لا سورديتي الصمم. إلا عرفنا باللي 360 مليون إنسان في العالم في نفس الوقت اللي كنهضروا فيه عندهم نقصان في السمع، دونك 5% من لا بوبولاسيون مونديال، من الناس اللي في العالم كله كاين عندنا هذا المشكل، دونك هو مشكل صحي عالمي. دونك عندنا واحد لا ديفيسيونس، واحد النقص اللي كنعتبروه هو شنو هو اصلا نقصان السمع. فوقاش غادي اي واحد كيتصنت لينا يقول خاصني نمشي ندوز على ودني. اون فيت نقصان السمع هو واحد النقصان اللي كيبدا من 40 ديسيبل. شنو الديسيبل؟ هو واحد المقياس حنا كنتعاملوا به، هو ملي كيكون كيهضر معايا واحد وما كنسمعوش، لان الهضره اللي كتداول بيناتنا كتداول على واحد المجموعه ديال الذبذبات بواحد الحده اون انتنسيتي اون ديسيبل. دونك ملي كتوقع ان النقص كيفوت 40 ديسيبل ما بين الودنين بجوج، ولا عند الدري الصغير 30 ديسيبل. دونك الا جينا لهذا المقياس هذا كيخلي ان الانسان كيبقى يخلي اللي كيهضر معاه كيعاود الهضره، كيقول له ما سمعتكش عاوتاني، يعاود له الهضره دو تخوا فوا. وبعد شي مرات كتلقاي واحد المجموعه ديال الناس اللي كيبقاو غير كيشوفوا فيك، كتلاحظي بانهم كيحدوا غير فمك كيفاش كيقول كيتسب. فوالا دونك سي لو لونغاج لابيال. دونك هذا سورتو كنلقاو عند الدراري الصغار اللي ما كيسمعوش، وما حنا ما كنردولهمش البال. دونك هذه مسألة أساسية بالنسبة لي، وهو أن نعرفوا بلي 25 ديسيبل ديال لي دو زوغي كتخلي بلي النقص ديال السمع. كاين ثلاثة ديال الأنواع، كاين لا بيرت ليجير موين سيفير اي بروفوند، بمعنى 25 40 60 ولا 80. دونك على حساب كل نوع من نقصان السمع كاين علاج، كاين حويجات، كاين واش سماعة، واش دواء، واش امبلون كوكليير. دونك لكل نوع ديال النقصان ديال السمع كاين معيار وكاين علاج. داكور، دونك هذا هو الاساس اللي خاصنا نوصلوه. بالنسبه ليا فوقاش غنبداو نهضروا على نقصان السمع القليل ولا المتوسط ولا الكبير. اذا كاين عندنا المتوسط القليل والكبير، ثلاثه انواع. فوالا عندنا لو ليجي اللي هو غير 25 ديسيبل خفيف، كاين موين 25 40 ديسيبل، كاين 40 حتى 60 ديسيبل، دونك سي لو موين. اي لو بروفون هي فوق قل من 60 ديسيبل، سي اون بيرت امبورطونت. عندنا الخفيف، عندنا المتوسط، وعندنا العميق. فوالا الله يرحم الوالدين. الوغ شنو هما المسببات؟ لان خاصنا نعرفوا المسببات بالنسبه ليا باش نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع نقصان السمع. تفضلي. المسبب الاساسي كاين مسببات وراثيه، وكاين مسببات اللي كيوقعوا في المده ديال الحمل، وهذه مساله كنثير لها الاهتمام ديال كل الامهات. نعم. اول حاجه حنا في بلادنا عندنا واحد المرض سميتو نوار لا سيفيليس، اللي توارثناه اون جينيتيك، توارث ما بين دي جينيراسيون. دونك هذه الاولى. كاينه التعفنات اللي كيوقعوا الام خلال الحمل، لا غيبيول لا سيفيليت، التعفنات ديال النبوله اللي كيقدروا يقيسوا الوالده اللي خصهم يتعالجوا. عندنا الطفل اللي كيخلق بواحد ان بابوا موليك على نيسونس، دري ما كيفوتش كيلو 200، الوزن ديالو كيكون قليل، كيكون الوزن ديالو قليل. كاين عندنا الدراري اللي غير كيخلقوا كيكون عندهم واحد النقص ديال الاكسجيناسيون، بمعنى انا ما كيتنفسش مزيان الدقه الاولى، كيدوز واحد المده زمنيه وهو بلا اكسجين، الجهاز العصبي ديالو كياخذ دي ريبيركسيون مهمين. العيالات اللي كيكونوا كياخذوا الدواء هما حاملين بدون استشاره الطبيب. لان اي دواء مثلا لا جونتاميسين بوغ اون انفيكسيون رينير ما خصهاش تخاد بوندون لا غروسيس، لان الا تخاد هاد لونتيبيوتيك الدري كيطلع سمك بدون نقاش. نعم. دونك كاين لي ديوريتيك، كاين بوسفير منين كيخلق الدري. نعم. دونك هادو كلهم ديال الحباله اللي كيعطيو تاثير على السمع من بعد، يقدر يكون نقصان شويه، يقدر يكون فقدان السمع. كاين عاوتاني دابا التعفنات اللي كيوقعوا هادو هضرنا لي كونجينيتال، من بعد كاين لي كونت اكيز. دونك لي اكيز عندنا
واحد المسألة أساسية هما التعفنات اللي كيوقعوا للدراري في الحياة ديالهم أخلاق كيسمع ما عنده حتى مشكل. لا ميناجيت مكلفة لا رجول بحمرون لي زوغيون خاصهم يداوهم مزيان لي زوغيون حنا المغاربة كنقولوا لهم الودنين طاحوا له الودنين هذاك راه خاصو يتداوى مزيان لأنه يقدر من بعد ما يبقاش يسمع. التعفنات الأذن لي زوتيت اللي كيوقعوا بالرواح والحلاقم ايتسيتيغا هذوك خاصهم علاج. الدري طاح على راسه تضرب في راسه تضرب في ودنيه نعم. واحد الحاجة مهمة غنطلب المغاربة كاملين يسمعوني فيها عافاكم لي كوطونتيج نساوهم ما تشريوهمش أنا مزوجة فيكم. داك القطة اللي كنصحوا به الودنين ديالنا. أييه كاع الأمهات كتبغي تنقي لولدها ودنيه وحتى الكبار كينقيو ودنيهم كلهم تدخل في بالنسبة لنا حنا في سياق نظافة والنظافة من الإيمان متفقين. غير هو هذاك الكوطونتيج فيه القطة كنضروا به الودنين ديالنا. هذاك القطن كيبقى في الودن وكيدير تعفن في الودن ويقدر يكون الدري غير كيلعب ويدخل له العود في ودنه ويتقبها ليه. دونك انا كنقول نساو شي حاجه سميتها الكوطونتيج في ودنيكم غير الماء والصابون راه كافي. المساله الثانيه واللي هي مهمه بالنسبه لنا دابا كل شيء مبلوكي مع لي بورتابل ودير لي زيكوتور في ودنو لي بورتابل لي زاباري اوديو. العسل مشى للحفله ولا العرس وجلس قدام لي باف وكل نهار خدام في شي بلاصه فيها صداع بزاف. الناس اللي كيعملوا في الصداع الناس اللي يمشيوا لي بواط يشطحوا وما كيحافظوش على ودنيهم لان يا با دو كومون ديراج الوقاية ما كايناش اون ايزولاسيون سونور عندنا في لي ليو بوبليك. لي مانيفيستاسيون سبورتيف واحد تيمشي كل نهار للتيران تفرج في الماتش صداع بزاف وما كيردش البال لودنيه. كاين عاوتاني لو فييسمون كلنا غادي نكبروا دونك حتى السمع كينقص مع لو فييسمون. كيما عندنا واحد المشكل اخر اللي هو خاص بينا حنا المغاربه وخاصني ناكد عليه هو التومه في الودنين. حنا المغاربه عاوتاني ومي بوكو دو كور اترانجي دون لوغي. والزيت كاين بعض الناس اللي كيديروا حتى الزيت البلديه سخونه. الزيت البلديه ما عنديش مشكل ما عنديش مشكل هذه ما عنديش مشكل. انا عندي مشكل مع الثومه ومع الناس اللي كيطلع لهم لاطونسيون كيهز الكتف ديال الثومه كيديروا في ودنيه حتى كور اترانجي صح حتى كور اترانجي. دونك لي كور اترانجي الدراري الصغار كيدخلوا في ودنيهم شنو ما جاب الله عقيقه عدسه اتسيتيرا كيبلوكيو الودن كيعطيو التهاب كينقصوا في السمع. دونك هذا الشيء كله خصنا نبتعدوا عليه نهضروا عليه وخاصنا نعرفوا باللي النقص ديال السمع عنده واحد التاثيرات على ماشي بسيطه. عندنا التاثير الاول فونكسيونيل بمعنى ان واحد ما كيسمعش ودري ما كيسمعش ما كيقدرش ما يقراش وكيكون عنده تاخر في القسم. الاستاذ هضر معاه هو مكتب سمع خبز قرا بز ما فهم والو. في لا سوسيتي الناس ما كي واحد ما كيسمعوش كيهضر كيهضروا ما كيسمعهمش كيبقى بشويه بشويه كينعزل في المجتمع. يا ان امباكت ايكونوميك واحد ما كيسمعش ما كيمكنلوش يقرا كيبقى شومور غيبقى على على والديه حياته كامله مقابلين وكيفكروا فيه. اي بوغا با افوار دو بيرمي البيرمي ني با بيرمي بزاف ديال الناس اللي ما كتسمعش. اذا تفضلي. واذا فهمنا باللي الوقايه في هذا الشيء عندها دور كبير وغتخلينا ما نوصلوا لحتى شي حاجه من هذا الشيء يكون التفعيل ديال المسائل البسيطه غينفعنا بزاف. اذا حنا شفنا معك استاذه نادي عمروش ان نقصان السمع ممكن يقيس جميع الفئات العمريه بدون استثناء. شنو الاسباب كذلك اللي ممكن تعطينا ولا هي وراثيه ممكن تكون وراثيه ممكن ترتبط كذلك بالحمل مده الحمل عند النساء الحوامل وكذلك اسباب خارجيه اللي حنا ممكن اننا كنمشيو مثلا كيف ما قلتي كنجلسوا حدا لي باف بزاف كنديروا لي كاسك فودينا بزاف تليفونات بزاف الى غير ذلك كلها راه كتاثر على السمع ديالنا. وكذلك بالنسبه لبعض العادات اللي حنا خصنا ما نديروهاش كنمسحوا فودينا بداك القطن اللي داك العود اللي فيه القطن فنبعدوا من ديك الظاهره لان لا الكبار ولا الصغار الامهات كيمسحوا حل وليداتهم الودنين على اساس ممكن نقيهم وهذه راه فيها خطوره كثير 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 كثير. وبالنسبه للعدد ديالنا كيف ما قلتي دكتوره ناديه هو ان ديك الثومه نبعدوا منها لان الناس كتبغي تنقص كاديك الطونسيون كدير الثومه في الودنين هذه اول خطره كنسمعها. لو كان غير كان عندها فعلا هذا الفاعل نقدروا نقبلوا شي مساله. مي هذيك الثومه راه سي فو سي نوسيون فوس راه ما كايناش ما نثبتهاش علميا. نعم. اذا دكتوره نادية عمروش غادي نوقف عند هذا الحد لان على ما اظن عطينا معلومات قيمه للساده المستمعين الاعزاء واكيد الموضوع ديالنا ما غاديش يوقف عند هذا الحد اكيد غادي نسترسلوا فيه. اخر كلمه دكتوره نادية عمروش. نقول لكم تنتمنى بلي كاع المغاربه يكونوا سمعونا مزيان باش نبداو نتبعوا معنا
اكيد مزيغ الايام الجايه ان شاء الله. وخاصنا نعرفوا باللي الوقايه خير من العلاج. وكاين شي مساله غنهضروا عليها من بعد هي لي ديبيستاج. لي ديبيستاج اللي البحث عن نقصان السمع يبدا من الام في الدار. الاب مع ولده حاضيه واش كيجي في التلفزيون ولا غيره. ونعرفوا باللي كاين مسائل بسيطه كتمكننا أننا نحسنوا المعيشة ديالنا والسمع ديالنا هذه الأولى. وباللي إلا هضرنا على الصمم من بعد غنقولوا باللي ما بقاش الصمم اون فاتاليتي. الحمد لله من نهار بداو لي زامبلون كوكليير ولا زراعة القوقعة بدلات حياة كثير من الناس. بمعنى حتى هذاك اللي ما كيسمع والو راه يمكن له يسمع. مي كاين قياسات وكاين واحد المسألة خاصها الدار بقدر ما غنكونوا عرفناها على واحد السن صغيرة بقدر ما كنعطيو فرصة للإنسان أنه يعيش حسن. يعيش حسن ويحسن من جودة السمع ديالو. الدكتورة ندية عمروش نهاركم بارك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. نكونوا فتنا إن شاء الله. أكيد الدكتورة ندية عمروش أخصائية في أمراض الحنجرة والأنف وأمراض الدخاء بالبيضاء، شكرا جزيلا لك على قبول دعوة البرنامج وإلى الملتقى بحول الله.